يعني أعتقد أن الجميع الآن بيدرك أن مصر تغيرت كثيرا. مصر أصبحت، عندما أتكلم عن مصر الحديثة فأعني هذه الكلمة، مصر في ثورتها في 30 يونيو سنة 2013 كانت في لحظة فارقة مع قوة ظلامية أرادت أن تختطف هذا الوطن، وقوة وطنية أخرى آمنت بأن هذا الوطن له الحق في حياة أفضل. أنا تحدثت عن هذا المفهوم وأعلم جيدا كيف يفكر الأصدقاء في أوروبا، هم يتكلمون دائما عن حقوق الإنسان وهذا هو حقه، ولكن حقوق الإنسان كما تكلمت عنهم وبكل صراحة يجب أن نحاكمها في إطار المحتوى والواقع التي تطبق فيه. وكما تكلمت معهم أن أوروبا الأمس ليس هي أوروبا اليوم، كيف كانت حقوق الإنسان وأنا عشت في هذا المجتمع وكيف أصبحت حقوق الإنسان. حقوق الإنسان دائما وأبدا مرتبطة بالأوضاع الاجتماعية، الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الأمنية. أنا عرضت إلى الأصدقاء في لجنة المشرق الأوضاع التي تعيشها مصر، سواء من الناحية الأمنية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية. فحقوق الإنسان عندما ننظر إليها انطلاقا من ذلك نجد أن هناك تطورا في مصر في هذا المجال، هو نفس التطور الذي حدث في أوروبا. أوروبا عندما تطورت اقتصاديا، عندما تطورت اجتماعيا، عندما وفرت الأمن لأبنائها استطاعت أن تحقق قفزة كبيرة في حقوق الإنسان، وبدل من التحدث عن الحقوق التقليدية في مجال الحريات، مجال الديمقراطية، أصبحوا يتكلموا عن حقوق الإنسان في بيئة نظيفة، في حياة جيدة. هذا الوضع لم يصلوا إليه إلا بعد التطور، كما ذكرت، الناحية الاجتماعية، الناحية الاقتصادية. هذا المفهوم الذي حاولت أن أدخل من خلاله إلى الأخوة في البرلمان الأوروبي، وأعتقد وما حدث بعد الاجتماع أنهم تفهموا الأوضاع اللي بتعيشها مصر والتطور اللي حصل. أديتهم مثال واحد، عدد السيدات الأعضاء في البرلمان المصري النهاردة عندنا 90 عضو، ما كان هذا يحدث لولا التطور الذي حدث في مصر. 8 وزيرات في الحكومة الجديدة، أعتقد أن هذا حلم لم نكن نحلم فيه في يوم من الأيام. كانت عندنا وزيرة ووزيرة وحيدة يمكن، وكنا نفخر بها. النهاردة عندنا 8 وزارات، عندنا نص أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية سيدات. يمكن كل هذه المفاهيم كانت غائبة، وأنا يعني اتفقت معهم نتحدث مع بعض، نتحاور مع بعض، بدل ما كل منا يتكلم لوحده. وأعتقد أنهم التقطوا هذه الرسالة، وندفع جميعا في هذا الاتجاه، نلتقي بهم هنا ويلتقوا معنا أيضا في البرلمان أو في مجلس النواب المصري، ويجب أن نسير في هذا الاتجاه. نتحدث، لنا علاقات قوية مع أوروبا، علاقات تجارية، تشاركنا أوروبا أيضا في البحر الأبيض المتوسط. هم حريصين على الأمن والاستقرار في مصر، وإحنا أيضا حريصين على العلاقات مع أوروبا ومع البرلمان الأوروبي على وجه التحديد. يعني مسألة الإخوان، يعني الغالبية العظمى من العالم يراهم ويعترفون بأنهم فعلا جماعة إرهابية، ولكن